المصريين شاهدوه، ردود الأفعال في الشارع تتحدث عن نفسها. الناس بطلت تتكلم في سكر، في بنزين، في سولار، في صراعات سياسية. لا، الناس بتتكلم عن بلدها، عن حدودها، عن سيادتها. اللهجة واللغة المشاهد سوف يلمسها بشكل مباشر من أحاديث الناس في الشارع. اولا قضيه الجنود اللي اتخطفوا دي مش هتكون اول قضيه ولا اخر قضيه، لان دي تالت مره يحصل فيها خطف. يعني لو حسبناها قبل كده في ال17، ما هو الموت يعني الخطف ده اصعب من الموت. انا ما ينفعش ان انا اضيع هيبه الدوله واللي ما عملتهاش، لان مش معقول انا مثلا ليا واحد مسجون اروح جايب عصابه واخطف ثلاثه اربعه مجندين او عساكر اقول ايه؟ سيبوا لي دول واسيب دول. كلمه التفاوض دي اصلا ما ينفعش. هو التفاوض ان انت تعمل تفاوض اصلا ما ينفعش، عشان انت تفاوضت في المره دي هتتفاوض في المرات الجايه. فهم عايزين ياخدوا دول بمثابه مساومه مقايضه، دول قصاد دول، فده ما ينفعش. هو كده هد القضاء، ودلوقتي بيهدوا اخر حاجه عندنا الجيش. دي جريمه، اللي عاملها لو عارف ان في حد وفي راس في الدوله هتقف قدامه ما كانش قادر يعمل كده. دي مهانه للشعب المصري كله بدون شك. وطبعا الرئاسه متخاذله جدا 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 انها لحد دلوقتي لسه هتعقد مؤتمر علشان يشوفوا يعملوا ايه في الجنود. دي مهزله وعمرها ما حصلت في اي مكان في العالم. كلنا عايشين في ارهاب 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 ارهاب، وبعدين لما اخذ يعني مرسي ده هنعمل ايه في مرسي ده؟ مش عارفين ايه اخرته معانا. الفيديو ده بيعبر عن حاجه واحده بس في رايي انا، ان مصر كلها تعتبر خاضعه على ركابها كده وحاطه ايديها فوق دماغها. شفت؟ وبقينا نعيط عشانهم وعلى الناس اللي بتعيط. هنعمل ايه بايدينا؟ ايه نعملهم؟ وبعدين هم مرمين فين؟ محطوطين فين اصلا؟ ما مش باينين هم فين؟ ده الناس مخبيها في انقل حته، حرام ولا مش حرام؟ بقول لك انا مش عارفين دول مقرهم فين؟ طب ما فيش مخابرات، ما فيش بتاع نعرف دول قاعدين فين او فين حته؟ لو تحت الارض تحت سبع ارض المفروض يجيبوهم. فين قلب الامهات لما تشوف عيالها بالمنظر ده؟ فين مرسي من الكلام ده كله؟ ولا هو عشان مرسي اصلا خلاص ده هو جه مكان غلط؟ مصر كبيره عليه، وياما قلنا مصر كبيره عليه. الرئيس مرسي طبعا اول المفروض ياخد قرار في الصميم، انا يبعت ناس زي ما انا بذكر كده ايام السادات الله يرحمه لما كان بعت قوات كوماندوز راحوا جابوا ايام اللي راح يوسف السباعي على مرتبه، وجاب الراجل ده من هناك. يعني بعت قوات بيبين هيبه الدوله ويبين ان هو المصري دي مش يعني مش يعمل تفاوض، لا ممنوع التفاوض مع الناس دي خالص. الناس دي ما تستاهلش اي معامله انسانيه نهائي. الناس دي اللي هي اللي طالع شيخ واحد امبارح في برنامج اللي هو الشيخ مرجان بيتكلم ان هم دول بيدافعوا بيردوا الظلم بالظلم. انهي ظلم اللي هم اتظلموه؟ النهارده لو الناس دي اتظلموا عن طريق الدوله او عن طريق الحكم اللي فات، النهارده هم بيظلموا مين؟ سيب القوات المسلحه تشتغل، اطلق يد القوات المسلحه تشتغل. انت غالي للناس دي ليه؟ لازم القوات المسلحه تنزل. دي سينا سينا سينا، دي بلدك، مفتاحك، مفتاح البلد كلها هو سينا. الحل الوحيد ان القوات المسلحه تضرب الناس دي كلها. هم 3000 واحد ارهابي قاعدين في سينا، حاجه من اتنين، يا اما 24 ساعه الناس المخطوفه دي ترجع لاهاليها، يا اما السبعه وال 3000 كلهم يتضربوا ان شاء الله بالنبالب. قنابل محرمه دوليا، انما دول ارهابيين لا يجوز عليهم الرحمه. بين امنيات